الرومانسية. نذكر الفائزين برموز هذا اليوم من خلال انتصار سمحة بالشوط الرئيسي الأول. لنهني مالك سمحة ناصر بن محمد بن زايد المنصوري، وتهنئة لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري. وهذا أسطورة التضمير، أسطورة عمان والزمان، حمود بن محمد بن سالم الوهيبي. مشكور يا حمود، مشكور يا الأسطورة على تقديم شعار الإعصار الغربي، ومشكور للإعصار الغربي على تقديم هجنة مع النواميس. فاز في شوطنا الخاص للقعدان المفتوح عساس ملك مطر بن غانم بن مسفر بالقوبع المنصوري، وهذا محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري. يرفعون الكأس عاليا، كأس عساس، وهذا هو التتويج الميمون، وها هي الفرحة الدائمة من قبل أصحاب السمو والشيوخ حفظهم الله ورعاهم على حضورهم وتشجيعهم الدائم. عساس الذي ينحدر من سلالة شاهين المهيري وهو من مزادي المرموم. مشكور يا بالقوبع، وعادت الانتصارات لك يا بالقوبع. قبعها عساس واخذ الرمز في هذا المساء. ايضا سمحة التي تنحدر من سلالة سوداني بن منانه. نعم اخو انذار غني عن التعريف. تهانينا للاعصار الغربي، وتهانينا لمالك عساس مطر بن غانم بن مسفر بالقوبع المنصوري. هذا الحضور المشرف، هذا الحضور الميمون والسعيد لنا جميعا من قبل اصحاب السمو والشيوخ حفظهم الله ورعاهم من كل سوء ومكروه، وتشجيع ملاك الهجن وتكريمهم. وان اكبر تكريم لنا هو وحضورهم في مساء هذا اليوم. مرحبا بأصحاب السمو والشيوخ وحفظهم الله في حلهم وترحالهم أينما كانوا.